السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف 3 مواقع باستخدام الذكاء الصناعي يساعدونا في ان احنا نلاقي فرص عمل بشكل اقوى، بيساعدونا ان احنا نلاقي وظائف بشكل اقوى. طبعا لازم 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 اي حد يبقى عنده حساب على لينكد ان وعلى المواقع الشبيهة بلينكد ان، اي موقع توظيف ابدأ اعمل السي في بتاعك وابدأ حط المعلومات بتاعتك، لان اي حد بيعمل سيرش على جوجل بيدور مثلا على مساح، بيدور على دكتور، بيدور على يطلع معاه في نتائج البحث. فال3 مواقع اللي احنا هنشوفهم مع بعض دلوقتي دول بيسهلوا عليك موضوع البحث، بيسهلوا عليك ان انت تلاقي الوظيفه اللي انت عايزها. وفي 3 فيهم حسابات مجانيه وفي تدفع فلوس عشان تاخد خدمه اقوى. تقدر تقول له جيت ستارت وتعمل الحساب بتاعك بحيث ان هو يظبط لك السي في ويظبط لك المعلومات ويبدا يسالك بعض الاسئله من خلالها، يبدأ يديك نصايح ويبدأ يعمل لك السي في بتاعك بشكل سهل جدا. يعني لو انت عندك مشكلة في السي في ومش عارف تعمل سي في، المواقع دوت هيساعدك في ان انت تعمل السي في بتاعك. فهو في الاول بس هيسألك بعض الحاجات عشان يبدأ ان هو يتعرف عليك، وبعد كده يجيب لك الوظائف اللي قريبة من الشغل بتاعك. طيب الموقع التاني كارير فلو هيساعدك ان انت تلاقي وظيفة الاحلام بتاعتك، هينظم لك طريقة البحث بتاعتك وفرص اللي بتجيلك، يقدر يعمل لك السي في بتاعك ويقدر ان هو يراجع معاك ويساعدك كتير جدا في ان انت تعمل سي في محترم. الموقع التالت برضو بيديك فرص اكبر في ان انت تلاقي فرص عمل. طيب خلينا نقول له جيت ستارت، وهو كلهم تقريبا بتلاقيهم مرتبطين بلينكد ان. هتقول له بقى انا عايز اعمل الحساب بتاعك او بروفايل، والجميل ان كلهم يعني تقدر تشتغل عليهم من غير ما يكون عندك كريدت كارد او يقول لك عايز فلوس في الاول. لا، هو بيديك خدمات، لو انت عايز خدمات اضافيه بتدفع مبلغ اضافي. فهو بيبعت لي على الايميل بتاعي تأكيد، وبعد كده يبدأ ان هو يبدأ يديني بعض الأسئلة عشان يظبط لي السي في. يعني بيقول لي اسمك ايه، طب وظيفتك ايه، طب الخبرات بتاعتك كام سنة، وهكذا. كل المواقع بتدور على نفس الفكرة. فهو انا بيقول لي حط السي في بتاعتك وهو يبدا يظبطها، فانا ممكن افتح السي في بتاعتي او ممكن ادخل على لينكد ان وابدا اشوف السي في بتاعتي، اخدها كوبي بيست واديها له. فدي الصفحه بتاعتها اهيت، تمام. المفروض ان اخد كل حاجه بس انا هاخد الجزء ده دلوقتي واقول له خد المعلومات بتاعتي اهي دو ذا ماجيك. يبدا هو بقى يظبط، او عنده ملحوظات او عنده تعديلات يبدا ان هو يعملها. فبيبدأ يقول لي الرولز بيم مانجر وريفت مانجر وكاد مانجر وبيم امبلمنتيشن اكسبيرت وكل الكلام دوت، والرينكينج اهوت والريد ليست. بيبدأ يقول لك الناس بتدور على اكثر كلمات ايه، الديسكريبشن، ويبدأ ان هو يظبط لك السي في ويدي شويه ملحوظات. طبعا لو خدت السي في الاصلي وحطيته هيكون النتيجه افضل، تمام. لو مش عاجبك الكلام بتقول له تراي اجين ويبدأ ان هو يصلحه لك. لو عندكم موقع جميل زي كده استفدتوا منه، يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات بإذن الله، ومتنساش تعمل شير مع أصدقائك.